بسم الله والحمد لله حمدا لا حدود له. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. أوكندوت فماش لور افيك ان غران اش فا نيسيسيرمون اريبي ا افو دي بون فو لي سالو دو ميكريون اي دو ديبوكريت. ان الساعه وجد دي جون كي سو كروا بلوز انتيليجون كو لي زوتر بلو فور كو لي زوتر بلو ريش كو لي زوتر او سو سون لي ابارونس كي فو ترومب. إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ربي حكم قالك الأغلبية اللي قال عليها إبليس هي اللي مش مجتمل. علاش مش مجتمل؟ خاطر إبليس أراد ذلك، واللي ينزع إبليس منهم من الإيمان فكما تقول أنت أوقعهم في ورطة مع الرحمن. يعني هو سي كوتو باسكو سون فريمون سو لو جو دو لور انمي جوري نيميرو 1 كي سابيل ساتان لو ديابل لو برنس دو مال. ان الساعه لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. واذا كان ماكش مؤمن علاش القادم؟ يعني انت هز روحك من الكفر وادخل في جماعه الايمان. سمينا ولو احنا بوسطاء في عيشنا والقلعة كنز لا يفنى، ما نكسبوش الحرام، ما نغضبوش الرحمن، وماشيين في خط الرسل الكرام عليهم السلام، ما نقصنا شيء من فضل الله. بالله العظيم احنا المؤمنين معشر المؤمنين من اولنا لاخرنا على احسن حال يعيشها الانسان. يا من بربي لا شك بوجوده، يوحده لا شك في وحدانيته. حلم لمنوش بالآلة كما النصارى آل القصارى، يقول لك ديو اي ان مي اون ترو بيرسون. شوف منا وين توصل الحيلة الإبليسية. إلي ان دونك توي مونوتيس اون ترو بيرسون توي كروا اون لا ترينيتي. كومون سا ساكور سي de façon d'idée, de réfléchir. Un, il est un. Il est l'un avec un grand E. Et en trois personnes, comment vous avez conclu que Dieu, il se manifeste à travers trois entités, Père, Fils et Saint-Esprit? Comment? C'est pour ça que vous êtes toujours en division, en dissension, en guerre intestine, parce que vous avez proférer quelque chose d'inadmissible, quelque chose qui ne signe que l'ignorance. On ne peut pas penser que Dieu il se manifeste à travers trois choses, Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit « Mais les gens التوحيد، ولكن بعد أفسدت الأمر كله وقت ذكرت الثالوث من بناتي أفكاركم المريضة في قلوبكم مرض النصارى. واليهود أخطر منكم، والغلطة متاعكم أني تبعت اليهود في عدة أشياء. من ربي عنده ابن، هذا قالوا اليهود قالوا عزير بن الله، والأخرين قالوا عيسى ابن الله. وبعد انتقلوا وقت المشي إلى أنفوك leur dieu ils disent jesus jesus نهار كله jesus. يعني ماذا ما كان اللي مشي يعترف به رب الا سيدنا عيسى عليه السلام، وما حتى حد يستجيب لرغباتهم وامالهم واحلامهم الا jesus باطل. وذاك علاش انتم في الخساره ما خرجتوش. ولذلك ربنا قال لنبينا وحبيبنا وموجة قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني هما مضروبين بالميغالومانيا جنون العظمة
ما يلي ويعتبر محمد محمد رسول الكريم عليه الصلاة والتسليم إلا ما يتبعهم. تو كيفاش مش يتبعكم وانتم على ضلالة؟ وقت هو في قمة الصراط المستقيم، مش كم كما سيدنا إبراهيم عليه السلام حنيف لا يميل أبدا الطريق اللي ذكره الله، الطريق اللي مناسب باش يرضى عنك المولى وباش يبارك لك ربي وباش يحرسك من أذى الأبالسة أجمعين. هكذا نعيش عن المعشر المؤمنين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ربي قال نحن مؤمنين بقول ربنا العظيم قرآن وحديث قدسي، ومؤمنين بالرسل الكرام عليه السلام وخاصة إمام محمد النبي العربي صادق الأمين عليه الصلاة والتسليم والسلام.